طبعاً هسه وصلني هذا البوكس من باودن، شركة معروفة مال نايكس، كلش ممتازة صراحة. يعني أنا بحثت عليها وشفت هواي ريفيوز، فهسه راح أبدأ أفتح علق بدي يفتح. المهم فتح. طبعاً هاي السكينة كلش ممتازة، طبعاً الباكيجينج روعة، والباكيج بمغنت كلش يعني زين حتى من يفتحون السد. وهنا مالتهم الوارنتي كارد، وهنا بطاقة الضمان، وهاي هنا الإيميل مالتهم إذا حابين تتواصلون وياهم على الإيميل. طبعاً هنا من تفتحون هاي عندهم هاي السد كلهم ذني، هاي كل الأنواع عندهم موجودة. مال الشيفز وهسه خلينا نكمل فتح البوكس. هيجي طبعا مالتها الديزاين كلش حلوة صراحة، عندكم هذا الغلاف مالتها، مش تفتحون الغلاف مالتها شوف النقشة اللي عليها. طبعا تجي هذا الغلاف الفوق والهاندلز مالتها من خشب، انتبهوا لا تنجرحون عبالك انتو بياي، واقول لكم انتبهوا يعني من تأوردروها انتبهوا كلش حادة. طبعا حبيت اسوي هاي الحركة لان كلش عجبني الصوت مالتها. طبعا تقدرون تأوردروها من امازون، ما طولها اكو برايم داي يوم 15 و16، يعني اكو تخفيضات عندهم، فاذا حابين تأوردروهم بس كتبوا باودن راح تطلع لكم كل مالتهم الاشياء. وهنا حبيت أجربها بالورقة مالتها الشاربنس، مش عجبني هاي الحركة. طبعا هسه حضرت كل الخضروات ما شاء الله تبارك الرحمن حتى أقطعهم قدامكم. مرحبا أصدقائي، شلونكم شخباتكم؟ إن شاء الله بخير. طبعا اليوم إجاني بي آر باكس من بادن، شركة بادن، اللي هاي الشركة كلش عالية الجودة مالتها، مال نايفز، يعني عندها هواية سكشن كلش كبير وعندهم قياسات وهاي 8 انش. سويت أنا عليها تيست من تحتها وقت الفيديو، صراحة حسيتها كلش الجودة عالية مالتها، بس هسه راح أسوي لكم تيست فيها اللحم والخضروات، لأن أنا كلش عاجبني أسوي دبس اليوم مال الخضار ولحم. تعالوا يا نجرب هالسوا. طبعا هسه ابدا اول خضار زكيني. طبعا هاي كل الخضار ما شاء الله تبارك الرحمن من مالتنا المزرعه، ما شاء الله امي كل شيء زارعه، فهاي تشوفون كلها الفلفل، الطماطه، الباذنجان، الخيار، كل شيء ما شاء الله، حتى البروكلي. المهم خلينا نبدا هسه اول شيء راح نبدا بالزكيني، نقصقصها ونشوف شلون مالتها الحديه. واو حسوي شوي سرعة. وهسه هذا السكواش صراحة كلش حادة. هسه طبعا الباذنجان،
كلش سريعة ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله يعني حتى ما تحتاجون هاي اللي تقطع اللي تسوي رفيع هاي ايش يسموها ما اعرف ايش يسموها المهم شوفوا ما شاء الله. هسه بدينا بالبطاطا طبعا كل ما ارفع حتى اقدر اسوي تشيبس. شوفوا شوفوا شد رفيع ما شاء الله مش عجبتني راح اشتري الست مالته كله. طبعا هذا الخضار اسبارجس دائما هاي المكان هذا القسم تذبوه لان بمراره تطلع فهيج يعني تلقط ما شاء الله بانج كامله هاي فهاي. طبعا هذا اموت عليه وقت ما السامن تحطوه وياه على صفحه او ستيك ستيك يكون متيم يعني مسويها نص استواء كلش طيب. هسه ناخذ البروكلي طبعا بنات دائما هاي هذا سبيشال براكلي والقرنابيط دائما نقعنا بملح او بيكنج صودا حتى كل الحشرات وكل هذا كله تطلع يعني لان هاي هنا شايفين هاي هيك شيء هذا اللي هاي كله يختل بيه هذا. المهم طولت خلينا نشوف. واو طبعا هذا همينه من مالتنا الخضره قصدي المزرعه مالي تفواية أقصة هيتشي خليه هيك حتى شوية هيتشي يقرط وياه يقرط احنا عندنا بالعراقي ما أعرف إذا هاي القرمشة ما تضل. طبعا أكيد ما أنسى الطماطة ماكو أكل إذا ما تصير بيها طماطة ما تصير طيبة صراحة غير فهسه راح نجرب. واو واو أنا ما أريدها هواي رفيعة هيج يعني وهسه كملت تقطيع الخضار شوفوا ما شاء الله كلش حبيت الصراحة. وهسه إجا وقت تقطيع اللحم لحظة الحاسمة. طبعا السكينة كل ما تكون حادة تريدون تجربوها وتعرفوها تعرفوها باللحم الصراحة يعني تشوفون شلون يعني يتقطع بسموث. لا فعلا كل الشارب يعني حتى هيك بسهولة يتقطع حتى ما يعني هيك بخفة ايدي ترى ما دا اضغط ابدا نهائيا. شوفوا ايش قد يعني تقطع رفيع شوفوا ايش قد رفيعة كلش حبيت صراحة يعني ممتازة مالتها الكواليتي بيرفكت. وهسا نكمل هيج القطع حتى نروح نكمل التبسي. وهسه هذا الصوص مالتها طبعا زيت زيتون وملح وفلفل اسود ومعجون وشويه بهارات البصل والثوم وهاي كلها تخلطوهم وتحطون ضيفوه فوقها. وهنا كمل التبسي وطبعا طبخت رز بجنبه وسويت سلطه وحطيت البروكلي من صفحه والاسباركس بصفحه وهذا غدايه شنو رايكم؟ أتمنى يا رب عجبكم الفيديو لا تنسون باللايك والشير والسبسكرايب و thank you so much على المشاهدة أشوفكم فيديو ثاني إن شاء الله باي.